ريزون تيفل هيمنت برشا على سوق الالعاب وخاصه في الكاتيجوري نتاع الرعب، لكن سترايك اند ديستنس ستوديو محضرين لنا مفاجاه في 2 ديسمبر. كانك من محبي ثريلر جيم اي نتفرجوا على تريلر مع بعضنا. اللعبه مش تخرج على البي سي، بلاي ستيشن 4، بلاي ستيشن 5، الاكس بوكس 1 والاكس بوكس سيري اس اكس. صح النوم، هذه البدايه ومازال القصه تدور في عام 2320 في حبس اسمه بلاك ايرون موجود في قمر كاليستو تبع كوكب المشتري. جرثومة مش كنت تشرف الحبس، السجناء الكل مش تحولوا وحوش. هاي محكرة الجوج الاخضر اللي فوق كتفه يذكرنا بلعبه شهيره وشهيره جدا اللي هي ديد سبيس، واللي يقول ديد سبيس يقول سترايك اند ديستنس ستوديو نفس الديفلوبر. الشخصية الرئيسية في اللعبة هي السجين جاكوبلي اللي مش حاول هروب من السجن، واللي يتقمص دوره الممثل الشهير جاش جيميل، واللي يقول جاش جيميل يقول ترانسفورمرز. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the dead moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. So whatever you're holding on to right there. Your old life. You gotta let that go. Because your new life is entirely in my hands. I'm just trying to give you a chance at rebirth. في اللعبة مش تلقى برشا أسلحة متطورة، وفما منها اللي يتفكك ويتركب، وقد ما يقواوا الوحوش قد ما يقواوا الأسلحة. I just love that last part. Gives me chills every time. أجواء رعب في رعب، ولعبة ممنوعة لأصحاب القلوب الضعيفة، وعلى ما أظن مش طايح للسيري تاع ريزون تيفل. اللعبة تم الإعلان عليها خلال إيفينمون شهير Game Awards 2020، واستغرقوا عامين في إنجازها، ومش تخرج في 2 ديسمبر 2022 على جميع الكونسول. واو واو يا معلم، شنو هذا؟ ماروشو ما خلى في شيء، نمشي نفس عم نرقد على روحي خير، اذا كنا جبت نرقد بعد التريل. سلام، باي، تشاو.